حول مساهمة الوزارة في تسيير أو تيسير ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة للخدمات الصحية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة ومعاصرة. سيدة رئيسة، إخواني أخواتي النواب، السادة الوزراء، السيدة الوزيرة، لا يخفى المجهودات الكبيرة اللي كديروها الوزارة ديالكم لتيسير ولوج أشخاص في وضعية إعاقة للخدمات الصحية. ومع ذلك السيدة الوزيرة، هذا المجهود اللي كديروا الوزارة ديالكم وانتنا دائما في الخطب ديالك في الممارسة ديالك كتآمني بالالتقائية، خصو تكريس الالتقائية مع الزميل ديالك اللي جالس حداك وزير الصحة، لأن أول حاجة الولوجية المراكز الاستشفائية لهاد الناس في وضعية إعاقة حركية ما معماش. كذلك السيدة الوزيرة، داك شهادة الإعاقة اللي هي باش كيستافد المعاق من الخدمات اللي كتأديها الجمعيات في المراكز اللي تابعة الوزارة ديالكم، صعيب باش كتعطى واحد العدد ديال 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 المعاقين اللي كيوجدوا صعوبه والجمعيات ما يمكنلهاش تدي لهم الخدمه الا ما كانش عندهم هذيك الشهاده. السيده الوزيره، الخدمات الشبه صحيه اللي كتوفرها الجمعيات في المراكز التابعه للوزاره ديالكم، الاطر تابعه للوزاره ديالكم قليله ما كافياش، بحيث انه اكثر من 50% ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه ما كيتوفر لهمش هاد الخدمه الشبه طبيه واللي مهمه جدا. كذلك السيده الوزيره، ملي كيمشيو للمراكز الصحيه والاستشفائيه كيتعاملوك على انهم مرضى عاديين وما عندهم خصوصيه ديال الاعاقه الذهنيه، الاعاقه الحركيه، التوحد، واحد عدد ديال المعاقين. النائب المحترم، تعقيب جواب السيدة الوزيرة. شكرا جزيلا السيدة الرئيسة، السيد النائب المحترم. أولا الحكومة خصت هاد السنة 500 مليون درهم، هو ضعف ما كان يخصص من قبل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، اللي مكنات أكثر من 46 ألف من الأشخاص في وضعية إعاقة باش يستافدوا من الخدمات شبه الطبية وخاصة المعينات التقنية. ونبغي نشير، بما أنكم تكلمتوا على الالتقائية وكنشكركم على هذا السؤال، أننا أجبنا عليه بحيث أنا وزميلي السيد الوزير اتفقنا وعلنا عليها في الصحافة أننا غادي نخلقوا مراكز مزدوجة ومرجعية ما بين وزارة التضامن والإدمان الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة، اللي غتسهل الولوج للخدمات الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة. ونبغي نبشركم بأن مدينة الحسيمة غادي يكون فيها الإطلاق ديال أول مركز من هذا النوع، وشكرا لكم. مرحبا، كل شيء غيوصل حقه. شكرا سيدة الوزيرة.